أحبائي الأعزاء، السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن رسام أسباني مشهور جدا اسمه بابلو بيكاسو. اتولد بيكاسو في 25 أكتوبر سنة 1881 في مدينة ملقا الأسبانية، وأمه بتقول أن أول كلمة نطقها وهو طفل صغير كانت اللابيس، ومعناها بالعربي يعني ألم رصاص. أبوه كان بيشتغل مدرس للرسم، وبعد كده بسنوات صار أستاذ في معهد الفنون الجميلة في مدينة لاكورونيا في شمال أسبانيا. بيكاسو أظهر عبقريته في الرسم وهو صغير جدا. كان أبوه بيحب يرسم الطيور، بالذات الحمام رمز السلام، وطلع الطفل بابلو بيقلده في رسم الحمام. بعدين تفوق عليه باعتراف الأب، راح بابلو مدريد عاصمة أسبانيا والتحق بأكاديمية الفنون التشكيلية فيها. في سنة 1900 وهو كان عنده 19 سنة عمل أول معرض للوحاته وما حققش أي نجاح ملموس. بعدها عقد العزم على السفر إلى مدينة النور والفن والحرية، وهي مين كانت ساعتها ولغاية اليوم، راح باريس. وصل باريس وكانت حالته صعبة جدا، كان فقير ومعدم وحالته تدعو للشفقة والرثاء، لكنه ما استسلمش خالص. بدأ يرسم ويطور بسرعة من نفسه، يطور بنفسه بشكل مذهل ومن اتجاهاته الفنية، وتحدى العالم والفن. رغم انه كان منطوع على نفسه وبيحب العزلة، وكمان كان فوضوي وبوهيمي وعصبي وبيتنرفز بسرعة. المراحل الفنية اللي مر بها بيكاسو كانت 4 مراحل. الاولى منها بيسموها المرحلة الزرقاء، لان كل لوحاته كان بيسود فيها اللون الازرق اللي بيعبر عن الحزن والفقر والكآبة، ودي كانت بداية حياته الفنية في باريس وقبلها. المرحلة الثانية كان فيها الهيام بالمرأة واضح، وكان بيسود فيها اللون الوردي لون الأزهار، ودي مرحلة بتعبر عن الحب والعشق اللي كان بيكاسو قد وجده بعد فترة بحث طويلة. في حياة بيكاسو أكتر من 7 نساء، كان بيحب النساء جدا وتجوز كتير وله عشقات كتير أيضا. المرأة كانت دائما ملهمته، وأيضا كانت اللي بتسبب له المشاكل. أسلوب حياته بيطرح سؤال مهم في حياة أي فنان، وهو هل يستطيع الفنان أن يعيش بدون حب؟ وهو كان عنده مثلا 60 سنة، كان بيحب فتاة عندها 17 سنة، فضل طول عمره مراهق، وكانت الصحف العالمية بتكتب عنه عناوين مثلا زي بيكاسو الرسام الشهير مراهق أسباني في 90. ثم المرحلة الثالثة اللي استلم فيها الفن البدائي الإفريقي، والمرحلة الأخيرة كانت الاتجاه اللي هو مؤسسه في الفن الحديث وهو التكعبية كيوبيزم. وزي ما بيدل الاسم، المكعب هو الشكل الهندسي اللي له 6 وجوه، والتكعبية في الحقيقة لها بعد فلسفي قديم بيعود إلى الفيلسوف اليوناني فيثاغورس ونظرياته في الهندسة. وهم بيشوفوا في المكعب شكل هندسي نوع من أنواع البحث عن الكمال، عن الحقيقة، الحقيقة الكاملة لأصل الوجود. بيكاسو ترك أكتر من 100,000 عمل فني، وده رقم كبير جدا ومذهل، بيثبت عبقريته المتدفقة وغزارة إنتاجه. بيكاسو له لوحات شهيرة جدا زي مثلا فتاة أمام المرآة، المرأة الباكية، مذبحة كوريا، النساء الجزائر، الراقصات الثلاثة، طفل وحمامة، وغيرها وغيرها الكثير. لكن اللوحة التي تحمل اسم جيرنيكا دي تعتبر أشهر لوحة له على الإطلاق. وجيرنيكا ده اسم قرية صغيرة بيقع في إقليم الباسك في شمال ألمانيا، دمرها النازيين الألمان بالطائرات ومعهم الطلاينة برضو، بالتواطؤ مع جنرال فرانكو الأسباني أثناء الحرب الأهلية الأسبانية، وده كان سنة 1936، وكانت جريمة بشعة كانوا الألمان بيجربوا فيها أنابلهم. هنعود تاني للوحة جيرنيكا ونتكلم عن الرمزية في اللوحة. الحصان فيها بيرمز للشعب الأسباني، البطل المغوار الذي يدافع عن أرضه ووطنه والذي يتعرض للدمار والموت، والطور بيرمز للوحشية، وأجساد النساء الأربعة المتناثرة المقطوعة في المكان بترمز لضحايا المذبحة، والجندي الميت بيرمز للهزيمة. أما النور الواهي الضعيف بيرمز للأمل، وهناك أيضا حمامة صغيرة رغم كل شيء بتطير رغم أن كلها خوف ورعب. أثناء احتلال النازيين الألمان لباريس كانت اللوحة أصبحت لوحة مشهورة وكانت معروفة في العالم كله، وراحوا الجنود الألمان يتفرجوا عليها في المتحف وسألوا بيكاسو اللي كان موجود بنفسه هناك، هل أنت اللي عملت اللوحة دي؟ فرد عليهم قال لهم لا، أنتوا اللي عملتوها. كان دايما بيقول للنقاد أنا مش برسم اللي بشوفه إنما برسم اللي أعرفه.
في سنة 2003 كانت لوحة جيرنيكا معروضة في الأمم المتحدة بحجمها الكبير 8 متر في 3 متر ونص، وكان في مؤتمر كبير في الأمم المتحدة، وكان العالم يوميها ممثل في الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بيعلن الحرب الغاشمة على العراق، ولوحة جيرنيكا وراه. قاموا غطوا اللوحة بتاع بيكاسو وأعلنوا الحرب بكل صفاقة ووقاحة أمام العالم كله. كان موقف دخل التاريخ بيدل على النفاق والغباء وحشية الإنسان المعاصر في كل مكان. من الحوادث الطريفة في حياة بيكاسو أنه اتهم بسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر سنة 1911، وتم التحقيق معاه لكنه طلع براءة. واللص الحقيقي كان لص إيطالي مشهور بسرقة اللوحات الفنية، وسلم اللوحة للسلطات الفرنسية بعد ما هددت فرنسا إيطاليا بقطع العلاقات معها. بيكاسو برضو كان نحات مرموق جدا، ومنحوتاته بتملأ متاحف العالم، وكان بيرسم كمان على الفخار والسيراميك، وله أعمال كبيرة وكتيرة، كان غزير الإنتاج. الكلام عن بيكاسو وحياته ممتع، رغم أن حياته كانت سيمفونية متفردة بإبداعها وتمردها وعبقريتها التي لا حدود لها. في آخر عام في حياة بيكاسو سنة 1973، لأنه توفى يوم 8 أبريل، قال جملة مشهورة بيقول: أنا قعدت 90 سنة أحاول أرجع روح الطفولة جوايا، لكن ما قدرتش. ونختم الفيديو بكلمة ملفتة برضو من بيكاسو بيقول فيها: أعظم شيء في حياتي كنت عايز أحققه لقيت أن الخط العربي سبقني له منذ زمن طويل جدا. شكرا وإلى اللقاء.